أنا من الناس التي تظن أو عندها يقين وقناعة كاملة أن كل ما هو مرتبط بكلمة حياة كريمة حلو. أولا الجملة أو الكلمة أو المصطلح أو الوصف، شوف عايز تسميها إزاي، يعني حياة كريمة شيء حلو، أن الناس تعيش حياة كريمة، ده واحد. اتنين، المشروع نفسه مشروع حياة كريمة، مشروع عظيم، إذا كان العالم كله أشاد بيه، إذا كانت الأمم المتحدة اعتبرته أهم مشروع اجتماعي أو أهم برنامج للتغيير الاجتماعي موجود في العالم الآن، ده على سبيل المثال الحصري. البرنامج نفسه بقى اللي بيعرض على شاشات المتحدة واللي بيقدمه زميلنا أيمن مصطفى، برنامج لطيف جدا لأنه برنامج إنساني إلى أبعد الحدود. وأيمن الحقيقة أنا بشوفه من وقت ما كان على تيك توك بالمناسبة، يعني فأيمن بيتعامل مع الناس بمنتهى الود وبمنتهى اللطف وبمنتهى الإنسانية وبسلاسة ولطيف وابن بلد وحبوب حلو، يعني عامل أداء حلو، أداء مختلف، قد يختلف يمكن عن أدائي وعن أداء كل زمايلي، لأنه أيمن مش بيتعامل باعتباره مذيع، بيتعامل باعتباره بني آدم، راجل مصري بيتجول في شوارع بلدنا العظيم، مش كده أيمن؟ زيك الأول، كل سنة طيب ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيب، الله أكرم. أخبارك إيه؟ كله حلو؟ والله الحمد لله بخير، طمنا عنك يا رب. لا طمنا أنت عنك وعن البرنامج الحلو ده. ربنا يخليك والله، يعني انا عايز اقول لك والله ان الشعب ده هيجنني والله بجد. والله العظيم الشعب المصري ده هيجنني. شعب جميل. هيجننك ليه بس قول لي؟ انا كل يعني كسر كل القواعد وكسر كل الاساسيات البديهيه، يعني بجد انا كل سنه بنبهر بالناس، يعني كل سنه ببقى نازل وحاطط ايدي على قلبي بقول الظروف صعبه والوضع بقى اصعب والاسعار غليت والناس بقت ظروفها وحشه، ما حدش هيعمل، ما حدش هيساعد، ما حدش، مش هعرف اطلع حلقات كويسه. بتفاجئ ان كل سنه عن اللي قبلها لا، يعني بس السنه اللي فاتت الناس بتساعد 20%، السنه دي 50%، السنه الجايه 100%. كل ما الظروف زادت كل ما الناس بتساعد اكتر، فانا ما بقتش عارف المعادله ماشيه ازاي بجد. يعني انا الناس حتى في كتير ناس بيقعدوا يكتبوا لي على الفيسبوك دي تمثيليه، الناس متفقه، الناس عارفه. اقسم بالله العظيم يا جماعه انا ما في واحد في كل المواسم دي عارف ان انا يعني اللي بيعرف ان انا بصور انا بوقف الحلقه، يعني انا النهارده لسه مخلص تصوير، في اثنين عرفوا ان انا بصور، وقفنا الحلقات ما كملتش. بس انا عاذر الناس اللي بتقول كده لان فعلا الموضوع مش منطقي. يعني انا حتى نفسي يعني ساعات حالات بنخش عليها ولسه يعني الضيف الممثل اللي انا بعته على اساس اشوف هيساعده ولا لا. ايوه. ما كملش 10 ثواني الاقي طلع كل اللي في جيبه واداه له، يقول لي يا نهار اسود، طب استنى شويه، طب الناس هتاكل وش، الناس هتفكر ان احنا متفقين، طب يعني فكر شويه، طب قبل ما فيش. الناس بتساعد بطريقه انا ما بقتش فاهمها يا استاذ يوسف بصراحه، يعني الموضوع ما بقاش ليه منطق، ما فيش منطق في الموضوع. شعب غريب بجد والله، وشعب عظيم، والناس اللي في الشارع بجد عظيمه جدا. يعني احنا للاسف السوشيال ميديا ما بتصدرش الا في الغالب النماذج اللي مش كويسه، النماذج الوحشه، النماذج، لكن في الشارع يا جماعه الشارع المصري مليان ناس عظيمه، محتاج ان هي تظهر وترجع لنا بقى يعني القيم بتاعت زمان والحاجات اللي اتربينا عليها والعادات والحاجات الجميله اللي احنا اتربينا عليها دي، موجوده في الشارع بس للاسف ما بتظهرش، محتاجه تظهر اكتر الفتره الجايه باذن الله. ده الموضوع، مش عارف بقى، يعني انت عاجبك الموسم ده ولا ايه؟ قول لي. جدا جدا، انت مش متصور. والموسم اللي فات كان برضو عاجبني جدا، وانا شايف ان هو موسم طبيعي. انا بستغرب ازاي الناس بتتصور ان ممكن ده يبقى تمثيل او انه متحضر، لانه ده معناه انه اللي كاتب ده هو مش فاهم طبيعه المصريين خالص. ده حقيقة. وبعدين يا استاذ يوسف خد بالك، والله انت لو جبت اعظم ممثل في الدنيا عمره ما يقدر يوصل لك المشاعر دي والاحاسيس دي، وهو بيعيط وهو بيبكي وهو، عمرك ما هتحسه كده ابدا. انا اتحدى ان في ممثل يعرف يعمل دور زي ده بصراحه. يعني لا المصري يمكن انت بتلمس ده وعارف ده، يعني المصري ارث حضاري مهول الاف السنين عماله تتراكم جوه ذهنه وجوه تركيبته الشخصيه والنفسيه، فطبيعي ان احنا نشوف ده. عشان كده بقول لك انا بستغرب من التعليقات الغريبه. وانا هخليك تستغرب، انا من الموسم اللي فات مثلا مشغول جدا بالفيست اللي انت لابسه، فانا عايز اجيب منه،
بس يجي لك لحد عندك ان انا قدامي يومين واخلص على خير ان شاء الله الموسم ده وهبعته لك. اغرب حاجه اتقالت لك اكيد في الموسمين دول. لا والله انا جبت 2 جداد كمان السنه دي، كان في صار في شويه جبنا 2 جداد كمان، فانا لا ابعت لك واحد والله العظيم. انت طولك كام سنتي قول لي؟ انا 180. 180 ماشي. أوه. هيمشي معايا مش هيقول لا. هديه. انا 176 مش هيقول لا. مش هيقول لا. لا مش هيقول لا، هو انا بجيبه ضيق شويه فهيبقى حلو عليه. حلو حلو حلو. وانا بحاول اخس فيعني هتظبط معايا الحكايه، هتظبط معايا. يومين وهتلاقي عندك كده خلص الموسم حبيبي. لا تعالى نرجع بقى بجد على البرنامج، لان انا الناس اللي بتحب البرنامج ده فعلا، وبالنسبه لي البرنامج ده بيفتح قدامي زوايا ومدارك كتير عن مجتمعنا العظيم. اكتر موقف لفت انتباهك جدا، يعني شوف انت عديت بكم موقف لحد دلوقتي، اكتر موقف لفت انتباهك وما بيتمسحش من ذهنك ابدا يا عيمة؟ بص هو كل قصه يعني كل حاله وليها قصه وليها وضع وليها مشاعر وليها احاسيس، وكل مره لما اصور حلقه بقول ايه ده اجمل حلقه انا شفتها وصورتها، انزل تاني يوم اصور الاقي انبهر بحلقه يعني اقوى من اللي قبلها، انزل ثالث يوم اقول لا دي اقوى. انا ما بقتش فاهم، انا بقى جوايا مشاعر كلها متضاربه وكله داخل في كله، وانا ما بقتش قادر اميز وما بقتش قادر خلاص. انا عشت كل المشاعر في الشهر ده، فما بقتش بجد مركز. انا برجع ابص على الحلقات تاني والله بقول ايه ده، يعني برجع بقى ابص كده واحده واحده واتفرج واحده واحده بقول ايه ده الناس دي. يعني انا لما بوقف بصور معاهم انا ببقى في حته تانية غير لما بروح، وتاني يوم وتتمنتج وتنزل بتفرج كمشاهد من بعيد بحس بحاجات تانية خالص غير اللي حسيتها وانا يعني. انا عايز اقول لك والله العظيم بتفرج على الحلقات بتاعت السنه اللي فاتت ولحد دلوقتي بنبهر. يعني مثلا الست بتاعت النهارده دي، الست غلبانه طيبه الحلقه اللي اتعرضت النهارده معاهاش غير 50 جنيه تجيبها، دخلت عليها الممثله عشان تطلب مساعده اديتها ال 50 كلها. فبقول لها يا حاجه انت تديها ال 50 كلها، انت ماشيه على الله كده، انت لو تعبتي ولا دخلت هتركبي ازاي؟ قالت لي مش مشكله انا هستلف واركب. بس سيلفي وتركب، يعني انت بتدي ال 50 جنيه للبيبي وهتروحي تستلفي عشان واحده انت ما تعرفيهاش؟ قالت لي هو المشكله ربنا اللي بيبعت. والاغرب من كده ان انا لما عرضت عليها ال 500 جنيه الاولانيه كمساعده هي ما رضتش تاخدهم. يعني شوف الاكثر كمان ما رضتش تاخدهم وطلعت ال 50 جنيه اللي وبقت ماشيه على الله. لما دخلت لها تاني واديتها بقى ال 50,000 جنيه وعرفتها ان احنا يعني البرنامج وكده وفرحت، عملت قلت اتك عليها بزياده واشوف اخرها ايه. عملت فيلم كده مش عارف انت شفت حلقه النهارده ولا قمت عامل لا حوار كده. قمت عامل حوار كده وخليت حد يخش لي من البرنامج على الكاميرا، هي مش عارفه احنا فاكرين ان احنا خلصنا تصوير خلاص واحنا برنامج وانت كسبتي واحنا لسه دايرين. ودخلت حد من الفريق بتاعي يقول لي ان في حاله محتاجه عمليه بتر اهي قدامنا ومعناش فلوس يا استاذ زي ما نعمل ايه؟ كنا احنا بنصوره ودخلت الحاله ممثل تاني تبعنا على اساس ان بنتها تعمل لها عمليه بتر. فقلت لها انا معيش فلوس يا حاجه احنا صورنا اخر حلقه اهي والحاج خدت الفلوس. هي طلعت نص الفلوس اللي هي لسه واخداها جايبه. يا بنت الحلال يا حاجه انت بتطلعي بالالوفات بال 10 وبال 20,000 كده عادي. انت معكيش فلوس ما كانش معاك 50 جنيه تروحي. يعني انا مش عارف المنطق. هو منطقيا انا مش لاقي تفسير بصراحه. يعني انت خد بالك انت بتتكلم على 10,000 جنيه مع الناس دي يعني يعني لا هي اصلا ماشيه ب 50 جنيه ومبسوطه يعني. وبقول لها انت مش خايفه؟ تقول لي لا ده انا مبسوط او مرتاح ده 50 جنيه ده رقم. لما واحده زي دي تطلع 10,000 جنيه لواحده هي ما تعرفهاش في الشارع عشان بنتها تعمل عمليه بتر، طب ده تسميه ايه؟ انا مش عارف. يعني انا مش عارف الناس دي بجد ملايكه ماشيه على الارض وهي مريضه وعندها شغل اطفال. هي الست دي وبتمشي بتعرض وبنتها مريضه وعندها شغل اطفال ومديونه وحالتها بالبلة. طب انت انا مش عارف يعني انا مش قادر افهم بصراحه. انا خلاص انا ما بقتش قاعد بفكر، انا بقيت اتصور دلوقتي وما بركزش مع الناس لان منطقيا انا بصراحه مش لاقي تفسير للي هم بيعملوه ده في الظروف اللي احنا فيها دي وفي الاوضاع الصعبه اللي احنا فيها دي علينا كلنا. بس الناس دي بجد اللي في الشارع في ناس لا يعني ظروفها يعني تعبانه. ال 50 جنيه تفرق في حياتها. لما تطلع ب 10,000 جنيه ولا 15,000 جنيه لواحده ماشيه زيها في الشارع هي ما تعرفهاش. يعني انا هو مش عارف الناس دي عندها العزه والاستغنى من التعفف. يعني بس برضه يعني عزه واستغنى. يعني ده هم مش باقيين على حاجه. اصل ده بقول لهم انت ماشي حاجه مطمنه تقول لي انا مطمنه. طب مش خايفه من بكره؟ لا مش خايفه من بكره. طب معاكي فلوس لبكره؟ اقسم بالله انا النهارده مصور مع واحد لسه مخلص تصوير حالا ماشي ب 2 جنيه ونص كوينات.
اقسم بالله ما معاه في جيبه غير 2 جنيه ونص، هتشوف الحلقه دي هتنزل الايام الجايه. بقول له انت ماشي ب2 جنيه ونص وموظف على فكره وفي شركه كبيره عامل بوفيه، وكانوا دلوني عليه ولاد الحلال الموظفين قالوا لي ده غلبان واعمل شوف حاول تساعده، قلت لهم ما حدش يقول له حاجه هاتوه وانا هعرف اجيبه بالسكه كده كاني عايزه في شغله وبتاع وهصور مع الراجل. انا جايبني ب2 جنيه ونص ومبسوط وبيضحك، بقول له انت ماشي ب2 جنيه ونص، بقول لي اه، اديته ال 500 جنيه وبعت له حد غلبان عشان يشوف هيسأل، اداله ال 500 جنيه كلها مع ال 2 جنيه ونص اللي في جيبه. طب ده انا ارجع اقول له ايه ده؟ مش عارف. هو قاعد يعيط يعني، ووالدته عليها قرض ب 70,000 جنيه وهتتحبس، ومراته عليها قرض، لا اله الا الله، اجهزه كهربائيه وهتتحبس، لا اله الا الله، غير مين؟ 2 جنيه ونص، انا مش عارف الناس دي انا المفروض اعمل معاها ايه؟ انا بقيت اتكسف من نفسي والله، وانا واقف والله العظيم السؤال مكسوف. لا انت افرح بانك ربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب عشان الناس دي تقدر يعني تزيد الحمد والشكر كمان، فانت ربنا جعلك سبب واديك خدت الثواب يا عم. الحمد لله. مش عارف اقول لك ايه بجد، لانه فعلا البرنامج ده من البرامج الحلوه جدا جدا. ربنا يخليك والله انا مبسوط ان هو عاجبك. انت جميل يعني بجد والله، ربنا يحفظك ويعزك ويزيدك يعني. ربنا يكرمك والبيت هيبقى عندك اول ما اخلص على طول يومين وهيبقى هتلاقي عندك. ارجوك ده بالنسبه لي من الطلبات الملحه، ارجوك ايمن. لا 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 ده اتصرف. لا والله انا عاجبني الفيست عليك يا عم، ربنا يخليك. انا عاجبني ان مكتوب عليه حياه كريمه، ف والله بجد فعاجبني جدا يعني. فكان انا بتشرف بيه والله، والناس كلها الحمد لله صدى الموضوع بقى في الشارع صدى حلو جدا، الحمد لله الحمد لله. ربنا يقدرنا ونوصل للناس كلها يا رب. يا رب كل التوفيق ليك، كل سنه وانت طيب بمناسبه رمضان وان كانت متأخرة، وكل سنة وانت طيب بنسبة العيد الصغير. مقدما كل شكر، كل الشكر ليك يا أيمن مصطفى مقدم برنامج حياة كريم.